خايف اسامح اللي ظلمني لان كده هضيع الحسنات اللي ممكن كنت اخدها منه يوم القيامه. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجب، فيديو جديد. ده العائق عند كتير من الناس اللي هو بسببه ما بيسامحش او بيعفو. طيب تعالى نحسبها بالعقل وبالمنطق ونشوف ايه الافضل، اعفو ولا معفوش. نفترض ان المظلمه اللي ليك عند الراجل اللي ظلمك ده او اساء اليك بتساوي 1,000,000 حسنة. طيب انا لو عفوت هتروح عليا 1,000,000 حسنة؟ لا يا اخوانا، قال تعالى اسمع: فمن عفا واصلح فاجره على الله. فاجره على مين؟ على الله. تصور ولله المثل الاعلى، لو ملك من الملوك بيعوض الناس، بيقول له طب خد انت تعويض 1,000 جنيه وانت تعويض 2,000 جنيه، ويجي عند واحد يقول له التعويض بقى بتاعك ده عندنا، فلا شك ان التعويض بيكون تعويض عظيم. فتصور ان ربنا عز وجل بيقول لك لما تعفو اجرك على الله. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: والعفو خير. يعني العفو افضل، يعني بالبلد الحسنات اللي هتاخدها ان شاء الله من العفو اكتر من الحسنات اللي هتاخدها من خصمك يوم القيامة. يعني لو 1,000,000 لأنت ممكن تاخد 1,000,000 حسنة. يبقى نعفو ولا لا؟ نعفو. يبقى العفو أجرك يكون على الله، وما تخافش من الحسنات مش هتروح عليك بإذن الله. فاضل بس اللي أنت يبقى عندك قدرة اللي أنت تسامح وتعفو، أما الحسنات فمحفوظة بل تكون أكثر وأكثر عند الله تبارك وتعالى. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت واشتراك في القناة. أشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.